قديش عنده ضحكة سلف أداري دموعي جواها، حدش عنده فرحة سلف أنا مش عارفني، أنا التوت مني أنا مش أنا، أنا مش عارفني أنا التوت مني أنا مش أنا، أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف، ماشي؟ مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها صوت في البيت. صوت مين اللي ساجد يعمل؟ ممكن تكون قطة يا سي خميس. الحريم يدخلوا الأول. خال. تزوز زومات يخليكم ضهر. يلا. في ايه؟ في حد كان بيحاول ينط من العصفورة يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا! يلا نتكلم. ورا! ايه يا ابني في ايه؟ طورت مني على البحر؟ تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تضطرني حاجة. يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى يا خفيف. ولا اي حاجه.
وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز. شويش مطي. ده مهما كان يتعدى اسير حرب. يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا افندينا. شفت؟ لازم اخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه. انما المرة دي ده كلب متأجر. انا؟ ايه الغباوة دي يا زوز؟ مطي. ايه رأيكم يا رجالة؟ القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ انت برضه مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها ودي فيها إعدام. إيه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من إيه؟ وبصلي خايف من إيه؟ في إيه تخاف منه أكتر من الإعدام؟ ما ترد! رد عليا يا رجالي! تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل صحفي في جريدة الشعلة ومحتاج اعرف من حضرتك اسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من اجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. انت دخلت هنا ازاي؟